ما درت لهم الحجر درت لهم الصل الحجر هوا بهنا تصبر يا تنفيذ المخطط الأمني الخاص بالتدابير والإجراءات المتخذة بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية الجديدة وتحت الإشراف المباشر للسيد رئيس أمن ولاية تم برمجة عمليات شرطية متفرقة مستهدفة النقاط السوداء أسفرت هذه الأخيرة عن حجز ومعالجة ثلاث قضايا نوعية تمثلت في القضية الأولى تتعلق بحجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية ومن مختلف الأنواع والأحجام قدرت بحوالي 64,000 قارورة وبقيمة مالية تقدر بحوالي 2 مليار سنتيم. القضية الثانية تتمثل في ترويج المخدرات تورط فيها شخص يبلغ من العمر 34 سنة وتم توقيفه على متن مركبة سياحية وضبط بحوزته كمية معتبرة من المخدرات من نوع القنب الهندي وقدر وزنها بحوالي 3.5 كيلوغرام كانت مخبأة بأحكام بمختلف أجزاء السيارة. القضية الثالثة توقيف شخص يبلغ من العمر حوالي 35 سنة كان بصدد بيع قطاع نقدية أثرية تعود للحقبة الرومانية مع جهاز إلكتروني حساس يستعمل في قياس المسافات والأعماق يستغل في الكشف عن الكنوز والآثار وقد اتخذت جميع الإجراءات الجزائية في حق المشتبه فيهم لتقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بالساحة.